طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يوم أمس شهدت محافظة البصرة توتر، وتم وصفه بأنه توتر متسارع على خلفية مقتل متظاهر وإصابة آخرين. اليوم مع الأسف توفي أحد المصابين أثر إطلاق النار عليه من قبل القوات الأمنية. طبعا جاء ذلك خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية تردي الكهرباء والخدمات في محافظة البصرة، فيما طالب أعضاء في الحكومة المحلية بتدخل عاجل لرئيس الحكومة من أجل حل هذه الأزمة. مصدر في شرطة البصرة أكد اليوم الاثنين بأن قوات حكومية تنتشر بكثافة في مناطق مختلفة من المحافظة للسيطرة على الموقف بعد الغضب العارم الذي تسبب به مقتل وإصابة شخصين، واليوم كما أشرنا بأنه توفي الشخص الآخر ليكون العدد اثنين من المتظاهرين وإصابة آخرين بسبب إطلاق النار من قبل القوات الأمنية على المتظاهرين يوم أمس. أوضح هذا المصدر في الشرطة بأن الاحتجاجات تجددت بصورة أكثر في الليلة الماضية. أوضح بأن متظاهري منطقة القبلة جنوب غرب البصرة استمروا في تظاهراتهم حتى فجر اليوم، وبين بأن المتظاهرين قطعوا عددا من الطرق وأحرقوا إطارات السيارات ورددوا شعارات منددة بالحكومة. عضو مجلس محافظة البصرة بسمة السلمي وجهت دعوة إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي للتدخل العاجل لحل الأزمة من خلال اتخاذ إجراءات عدة، أولها إعفاء قائد العمليات وآمر القوة الضاربة في البصرة التي اعتدت على المتظاهرين، وتكليف بديلين عنهما على أن يكون من أهالي البصرة حصرا. وكذلك طالبت بمحاكمة المتسببين بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وطالبت بتسريح العمال الأجانب في الحقول النفطية العراقية. شددت السلمي على ضرورة الإيفاء بالوعود السابقة المتعلقة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وصرف مستحقات البصرة من عائدات النفط منذ العام 2014 إلى اليوم، ودعت في بيان إلى تكليف عدد من الوزراء والمسؤولين بتحريك المشاريع في محافظة البصرة. أشارت عضو مجلس محافظة البصرة إلى أن مطالبة أهالي البصرة بحقوقهم المسلوبة جاءت بعدما أنهكهم سوء الخدمات وقلة فرص العمل وعدم الإيفاء بالوعود، وطالبت الجميع بالعمل على تصحيح المسار كما وصفت. محافظ البصرة أسعد العيداني قال بأن وزير الداخلية قاسم الأعرجي أرسل لجنة إلى المحافظة
للوقوف على ملابسات حادث إطلاق النار على المتظاهرين، وأوضح خلال مقابلة مع إذاعة محلية بأن اللجنة استدعت القوة الضاربة التي كانت في موقع التظاهرة للتحقيق معها. بيّن محافظ البصرة بأن اللجنة التحقيقية ستذهب اليوم إلى مقر الحادث وتستدعي الشهود، وأكد بأن الصور المتوفرة تثبت بأن أي من المتظاهرين لم يكن يحمل السلاح. عضو مجلس محافظة أو أعيان البصرة فاضل الدوسري أعلن من جهته من احتمال تفجر الأوضاع في البصرة في حال لم تتخذ السلطات إجراءات رادعة بحق القوة التي اعتدت على المتظاهرين، وشدد على ضرورة أن تسارع الحكومة بتوفير الخدمات للحيلولة دون توسيع نطاق الاحتجاجات. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا اتصال أبو محمد من تركيا. السلام فضل عليكم. أبو محمد، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أخي الكريم؟ حياك الله يا هلا بيك. والله أخي الكريم يعني ماذا نقول؟ يعني مع احتجاج برأيك وأنت يعني الحكومة، في حكومة؟ نعم، في حكومة هذه أخي. هذا نقلا على 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 لسان المسؤولين. أي حكومة؟ نعم. ما هؤلاء ليس لهم وجه بعد حتى أن يتكلموا. نعم. ألا يعني ألا تذكر أن هذا الذي شمع وجه الكهرباء سابقا، هذا اللي كان نائب رئيس الوزراء هذا الشهر الثاني؟ نعم. في عام 2012 أو 2000 قال سنة 2013 سنغطي جميع العراق بالكهرباء ونصدر الكهرباء إلى الخارج. نعم. أي ناس هؤلاء؟ أي ناس هؤلاء؟ عبدة الاحتلال هؤلاء، خدم الاحتلال والاحتلال البغيض، الاحتلالين الأمريكي والفارسي هو اللي جاب هاي النماذج واللي هد العراق. ولا سبيل للخروج من هذا المأزق اللي يعاني فيه العراق من انهيار أخلاقي ومجتمعي وصحي وتربوي وكل سبل الحياة. ليس له سبيل إلا الانتفاضة الواسعة الكاملة لشعب العراق. أخي حتى لو قدمنا مليون شهيد أفضل ما نضحي بالعراق، لأن العراق أصبح في الهاوية أخي. هذا العراق الرمرم البلد العظيم اللي حضرته 7000 عام، هكذا يحكموا هؤلاء القردة هؤلاء؟ والله يا أخي ما لنا إلا العصيان الكامل، وأحيي أهل الجنوب في انتفاضتهم، وعليهم أن يستمروا ويصمدوا حتى لو يقدموا شهداء. أخي لعبوا على ورقة الطائفية والآن الطائفية سقطت. نحن نعيش دولة مواطنة، ألم نكن نعيش دولة مواطنة من 20 ولحد الآن، من 26 ولحد ما حدث احتلال بغداد؟ بغداد لم تسقط ولن تسقط، هو احتلال والأمة تمرض ولا تموت، والعراق سينهض إن شاء الله، بس بهمة الغيارة، بهمة شعبه، بهمة كل خيري. نعم إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. أشكرك أبو محمد من تركيا كان معنا. طبعا المجلس العشائري في محافظة البصرة وجه إنذار للسلطات في المحافظة وحكومة العبادي بعد مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في قضاء المدينة. المجلس قال مخاطبا رئيس الحكومة حيدر العبادي بأن العراق أصبح ممزقا نتيجة لإهمالكم وصراعاتكم على المناصب والنفوذ. هذا يخاطب الحكومة، وأضاف بأن المتظاهرين خرجوا بسبب معاناتهم وفقرهم وسوء الخدمات في محافظة البصرة. خلونا ناخذ مقتطف لجانب من المظاهرات التي تم الاعتداء عليها من قبل القوات الأمنية في محافظة البصرة. هذا جانب ومقتطف من
من المظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة، ونسمع كيف هي أصوات الإطلاقات النارية على المتظاهرين. طبعا قيادة عمليات البصرة البارحة اتهمت المتظاهرين بأنهم كانوا يحملون السلاح، وردت عليهم بإطلاق النار خلال المظاهرات التي شهدتها المحافظة. خلونا نشوف اعتراف محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلس المحافظة وكالة حميد قطان عندما كانوا متواجدين في مضيف عشيرة بني منصور في قضاء المدينة. قالوا بأن التظاهرة كانت سلمية والمتظاهرين كانوا عزل ولا يحملون أي أسلحة. خلونا نشوف. يجب أن يسلم. إذا يقولون أنه 10 رموا وما ندري هو العشرة كلهم يجب أن يسلمون. وبعدين تصفوا منه اللي قتل المتظاهر ومن اللي رمى المتظاهر ومن اللي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين ما شايلين ولا أسلحة. نعم، قال ما شالين ولا سلاح هذا محافظ البصرة أسعد العيداني في مضيف عشيرة بني منصور. طبعا التظاهرات جددت في محافظة البصرة كما أشرنا، احتجاجا على سوء الأوضاع الخدمية والبطالة والفساد بالمحافظة. الناشطون قالوا بأن تظاهرة ليلية خرجت في قرمة علي شمالي محافظة البصرة احتجاجا على تواصل انقطاع الماء والكهرباء بالمنطقة، كما وردد المتظاهرون هتافات للمطالبة بتحسين الواقع الأمني والخدمات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في البصرة. خلونا نأخذ هذا المقتطف. هذا جانب من مظاهرات ليلية قام المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات في الشارع. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، بالنسبة للمظاهرات اللي جرت بارحة البصرة كانت نتيجتها النقطة الإحساس الرياض لا يوصل الحمد إلى 2، بصراحة هاي يا القوات البصرة والعمليات العسكرية هذولا أجلكم الله أكبر شبهة. أحكي لك يا صراحة، هذا إذا يقوم واحد مجموعة من الميليشيات الطائفية الموجودة بالبصرة، هاي العصابات مثل الميليشيات الأحزاب، الله وكيل تلزم قائد الشرطة وقائد العمليات قدام الناس وقدام الضباط الجنودي في الوجهة، تلقى واحد وسط صار له سنة مغاصبين في الوجهة قائد العمليات، قائد العمليات صايفر يصير في راسه. ليش؟ لأن هذا عنده صلاحية أكثر من الشرطة ومن العمليات العسكرية، هم يعرفون كل زين. فهؤلاء جبناء حتى خيرة بعد المقتولين، أنت هذا مواطن غريب تقول له متظاهر تجي تحكي السلاح عليه شنو هو؟ شنو السبب اللي خليه؟ أما هذا التهجير على الكاير يقول يهدد الدولة، لا أنت ما تقدر عفوا. أما بس يصير شبكة وخايف فيها، هدد عشيرة وخايف يتكاتلوا بس يلحقين عليكم تزاقوا ولا تبي الدولة، ما تقدر عليهم أنت. أنت شافوا لك قبل 50 اللي بتبيع العشيرة كلها. تقول ما أنا مستعد أبيع العشيرة كلها، جاي بعدني ولك ولك أنت صار 16 سنة تكون أنت رقصون عليهم، أنت طلعوا مخ وسوادي، ها؟ ولك ما تطلعون، ولك وقت تتعلمون، وقت يصير دراستكم بخير، ولك 15 سنة يعني أنت بخلص الابتدائية والإعدادية وخلصت الكلية، يعني أنت بخلصت الكلية هاي صراحة ثلاثة، زين أنت بخلصها، وأنت لحد الآن ما تعرف إنه هاي المظاهرات ما لها كل قيمة. حتى ولو طلعت من أكو منهج أسبوعي لأي وزير ولأي رئيس وزراء، منهج أسبوعي يروح يم السفير الأمريكي الله وكيله يو السفير الإيراني، أول شيء مكتوب بالمنهج هو الكذب، كل اللي راح تجيكم 10,000 محطة كهربائية وراح نوزع لكم رواتب كل عائلة ننطيها ونحط تموينية ملايين دولار، أكذب عليهم هم يموتون على الكذب، هم يصدقون
ماكو داعي للمظاهرات هاي اللي انتم تطلعوها زين. خلاص اسكت، ابقى ببيتك واسكت، انت برحمة الله انت ما تقدر تتصل عليهم بهذا الاسلوب. هذا مو اسلوب حضاري، هذا ضحك على العقول. انت اذا تعرف هذا مجرم، هذا مجرم مقاصد جاي يقتلك. انت حتى اذا ما كان سلاح، حتى لو شيل حجاره يقتلوك. شو ما يسوون اليهود الى حد يا ابو عمر، وصلت الناس الى حد بعد ما تتحمل درجه الحراره 50، كهرباء ماكو، مي ماكو، ايش يسوي؟ على الاقل يريد يطلع مظاهره، يريد يعني وصلت الحاله الى انه يريد بس ينفس عن 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 الغضب اللي بداخله. ابو عمر من السليماني. نعم ليش يروح يجيب مثل ما يقول يطلع مظاهره؟ انت تشوف اليهود يكيلون عليهم يقتلوهم زين، هذا من انت تطلع مظاهره يقتلوك منك وبيك. انا شفت اجيب لك اياه، يجيبوا لك عسكر، يجيبوا لك شرطه من غير محافظه، نعم ابو عمر. ابن البصره دارسين للعباره، ابن الناصريه دارسين للنجف، ما ادري. روح هناك اقتل، يوسعوهم على مبين من القاتل ومن هذا، يبين تقتل القاتل ما يبين. ابو عمر من السليمانيه اني اشكرك. معنا اتصال ابو طه من بغداد. تفضل ابو طه. ابو طه تسمعني؟ ابو طه؟ أبو طه تسمعني؟ أكو مشكلة مع أبو طه بالصوت. طبعا كذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه مسلحين تابعين للأحزاب برفقة قوة مكافحة الشغب، وهي تقوم بتفريق تظاهرة لأهالي الكوت من عبر استخدام قنابل مسيلة للدموع. طبعا أظهر التصوير قيام المسلحين بتحطيم خيم المعتصمين بشارع النسيج وسط الكوت، وهذا كانت تظاهرة أهالي قضاء العزيزية في محافظة واسط احتجاجا على تردي واقع الطاقة الكهربائية، رافعين لافتات حملوا فيها وزارة الكهرباء ومجلس المحافظة مسؤولية تردي الكهرباء، فيما هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم بحال لم يتحسن واقع الكهرباء في القضاء. خلونا نشوف هذا المقطع. هاي شوفوا هاي شباب، طبعا هاي الكوت دائما فاشل بها المظاهرات، ما ادري ليش. هاي جماعه النسيج وايضا المواطنين مظاهرات على مود الكهرباء بعد. هاي سمعوا قاعد يصيحوا السلميه وضربوهم بالنتالات. هاي شوفوا هاي الخيمة، طبعا ما يخص المواطنين قاعد ياخذوا مالات. هاي عندك بعد ذلك وراهم دولة جماعة المتظاهرين الاسبانيين. حبيبي خليك تظن يا وخزلنا خليجيني يلا. نعم معنا اتصال ابو ياسين من ديالة. تفضل ابو ياسين. ابو ياسين حياك الله، يا اهلا وسهلا بك، تفضل. يلا العريض القناه المؤقره. اهلا بك حياك الله. عمر قبل ما اقول لك بالحلقه ابو مكرمه صدق الصباحي هو كلام لطيف جدا، ولكن السمع السم العسل انه يتحكم على تحكي الفاز النوعي. طبعا المقطع اشوفه انا مع صدق الصباحي. اما موضوع الحلقه يا عمر بالنسبه بلشوا هم اعاده السنه وعجامه السنه ويوم بلشوا لك بالشيعه. ما مطلوب المرجعيه؟ حتى بلش يوشي هذا الذبح والقتل على مود خدمات مشروع للشعب، ما هي كهرباء وخدمات، شنو مطلوب الشيعة؟ دائما الحكومه تقول ان المرجعيه في توجهنا، هذا المرجعيه وجهكم، هذا اليوم يقتل المواطن بالجنوب، ويقتلهم بالوسط، يعني حتى الضمت هذا. نعم ابو ياسين. شو تتوقع من هذا؟ اقارب دعمنا في الجنوب هسه المفروض يوسعون مظاهرات مؤقتة، يلغون موضوع الكهرباء، لا يطلبون مصاريف اكثر حتى يدعون اهل الحكومة. وانا اطالب. نعم ابو ياسين، كل سنة كهرباء ماكو بالعراق، كل سنة درجات الحرارة مرتفعة، القطاع المياه مستمر، الخدمات صفر، تطلع مظاهرات يسقط فيها ناس ابرياء، ولا حكومة جتي وضعت حل للكهرباء. خلينا نتحدث عن الكهرباء. عمر احنا
يعني احنا بشباب بلا تلتعب ظهرنا على هاي الخدمات قبل ما نطالب اسقاط الحكومة، لكن احنا يصيبنا جدا من الناس سيمتها غير طريق انه بعضية قدامية فهسا وصلوا مستيل. شوف هذا، شوف هسا عمر الحكومة اصبحت الهمنا من الشعب، ما خاف من الشعب لانه الشعب اصبح نايم 15 سنة، هي بس اليوم بس هاي السنة عمر ما كهرباء، ليش تشوفها شعب نايم؟ يا شعب بالطبع هذا المفروض اتمنى واطلب انه الجمهور شيطان نجت قبل شيطان السعوديه، لانه هذا الشيطان النجت اللي قاعد تستهلك عن عقولكم، عن ماذا يوديكم في مساهات، والله يوديكم في ضلاله، عم انتبهوا عن نفسكم، حتى بس طلبوا خدماتكم ابونا من العراق، بس طلبوا خدماتكم وقاعد تنهانون، وانتم قاعد تنقتل، حتى عاد تنزلوا تشوفوا الولاد الحكي لغه العكيم، وفضل يوم وفضل على الشارع وكل شيء لا من شاف ولا من درى، وقال لهم ماكم من القتل، هاي الشباب الاطفال، هاي الشباب اطفال، ولسنا قاعد على الظهر وطالبوا بكرامه وحقوق، واحنا مع الاسف الشعب الشغل الجده نايم، تعلم على الذله والاهانه، كافي. والعظيم انا ترى مو بحكي عن مصر بالله العظيم، انا مو طالب النظام البحرين النهضه اقوال قصر، ترى جزاك الشعب ما في كل شرك كل شكل، كل شكل تفوت رتبه في 1700، لكن يا عمر مصلحنا ما عندنا كرامه، ما عندنا وطن، ليش هذا تبغى هالشكل؟ انا ما دافع عن النظام السابق، لكن يا اخي عمر كان نظام سابق وطني، ما طلع منزله، اليوم 15 سنه شنو قدموا؟ كان حكم الهاتف حتى اليوم ما شاء الله برلمان وكل وزراء رؤساء وزراء رئيس وزراء ورئيس جمهوريه ورئيس برلمان وكلهم على السمع السفله، هذول محنه دول العراق يا عمر، هذول مو رجال دوله. يوسفنا جدا من الشهادة قلت المسرحية، أول ما في أحد يسوق القلادة على السابع، كافي استغلوا، ترى حماسكم راح تروح على إيران وغير إيران، لا تظل تروح من وراء إيران، ترى راح تلمسكم الإيران، والظهر السابع في أسئلة تمون، لا تظل نحكي عليكم أنه السنة أحداكم لا، السنة مو أحداكم، السنة مكون أساسي من العراق، نعم نعم أبو ياسين من ديالى كان معنا، شكرا لك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، عاود الاتصال معنا ابو طه من بغداد، تفضل ابو طه. ابو طه تفضل. ابو طه وياك من بغداد، حياك الله ابو طه تفضل. اهلا وسهلا بك. والله استاذ بالنسبه للكهرباء المبالغ اللي ذبوها الدوله على الكهرباء يعني نعم. يعني لو مستلمها غير مسؤول اجنبي يعني كان فلش البغداد من الارض وبناها بناء حديث. نعم. زين بعد نعاني من الكهرباء، يعني تتصور البارحه بالعظميه ينطوها ساعه ويقطعوها 8 ساعات. ساعه يقطعوها وثمان ساعات يقطعوها. يقطعوها ساعه ويقطعوها 8 ساعات، هاي اي دوله تقبلها؟ زين وبعدين يطلعون على المظاهرين بالبصره اللي يدعون بحقوقهم يقتلوهم ويصوبون. نعم. جماعه من عندهم. نعم. زين. اي دوله اللي تسوي بشعبها هيك؟ نعم. زين ابو طه يعني مثل ما سالنا المتصل اللي قبلك. حكومة 15 سنة ما قدرت توفر كهرباء، كهرباء موجودة بأفقر دول العالم، الكهرباء متوفرة بالعراق البلد الغني والمليارات، الميزانية توصل 100 مليار بالسنة، ما قدرت تأمن هذا القطاع، القطاع الخدمي البسيط طبعا
بسيط هو. أستاذ الله. نعم. أستاذ الله يرضى عليك، إحنا أمرنا مو بيدينا، أمرنا بيد إيران. إيران هي اللي قاعدة تتصرف بينا. هي قاعدة تتحكم بينا إيران، إحنا المفروض هسه نغير جناشينا من عراقيين إلى إيرانيين. نعم. زين. نعم. أنا أشكرك أبو طاهر. متى نظل على هذا هاي الحالة؟ كهرباء ماكو، مي ماكو، خدمات ماكو، البطالة موجودة. زين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشكرك أبو طه من بغداد، كان معنا اتصال أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حي حضرتك والقناة الرافدين والكل الكادر. حياك الله يا حبيبي. أستاذ عمر، كل نقص بالخدمات بالعراق يحتاج لانتفاضة. نعم. الناس محرومة من كل مقومات الحياة، والطغمة الفاسدة اللي تحكم العراق متنعمة بكل شيء. يعني هسه أبسط شيء، المواطن بالبصرة محروم من المي الصالح للشرب، يعني هذا المي اللي هو عصب الحياة محروم من عند المواطن البصري. شنو اللي قدمته الحكومة بهالخصوص هذا؟ وآخر التقارير تقول أكو زيادة بملوحة المي بالبصرة فظيعة. نعم. يعني ناس تطلع تظاهر يا أستاذ عمر، وخلي يسمع العالم كله، تريد حقوقها، تواجههم الحكومة بالرصاص. هي هاي الديمقراطية اللي جابوها للعراق؟ ناس عاطلة عن العمل، ومن يسمع أكو وظيفة ويركض يقدم عليها تواجه مجموعة من الفاسدين ويطلبون منا الرشوة. هو لو عنده المبلغ اللي تطلبوه منا يروح يفتح بيها باب رزق ويشتغل ويعيش عائلته. يعني أي مواطن هسه بالعراق أستاذ عمر يرفع صوته ويطالب بأبسط حقوقه تطلقون عليه الرصاص يا حكومتنا. انتوا اساسا مو حكومتنا، انتوا حكومه مجرمه، انتوا حكومه مرتبطه بايران. ايران اخذت دارها مال الحرب العراقيه الايرانيه من الشعب العراقي مثلثا نقدر نقول. نعم. يعني شنو من حكومه مجرمه سلطت على رقاب هذا الشعب؟ طبعا يدعون بان المتظاهرين يحملون اسلحه، هي هاي حجتهم طبعا استاذ عمر. والسؤال هو وين الشيوخ البصره؟ ليش ما يتحركون؟ لو بس يعرفون ينصبون شادر وخيم طولها 100 متر ويفصلون أشخاص عندهم خصومة وياهم مئات الملايين من الدنانير. وبعدين أريد أسأل وين المرجعية؟ يعني معقولة ما سمعت باللي دا يجري بالعراق وخصوصا بالبصرة حاليا؟ وشلون يقتلون المواطنين اللي يطالبون بحق من حقوقهم؟ وين وزير الداخلية؟ منو يتحمل دم هاي الضحايا اللي راحت من أهل البصرة اللي طلعوا ويظاهرون تظاهر سلمي ويطالبون بأبسط شيء من حقوقهم؟ أستاذ عمر والله العظيم العراق يعيش بأسوأ حال، والشعب يعيش بأسوأ حال، وما مستفاد من خيرات العراق غير بس الزمرة المجرمة اللي تحكم وعوائلهم والمعممين. يعني المطلوب هسه من الشعب مساندة أهل البصرة، وأن يوقفون بجانبهم، وإحراج هاي الزمرة المجرمة الحاكمة وإجبارها على تقديم الخدمات لكل الشعب. وكافي سكوت، كافي الميليشيات تقتل وتنهب وتخطف وتعيش في أرض العراق فساد. والمفروض يتظاهرون امام المرجعيه نفسها بالنجف ويقولوا لهم احنا ايدناكم كل شيء ونفذنا كل اللي طلبتوه من عندنا، شنو اللي قدمتوه لنا؟ مع العلم وطبعا هذا حسب رايي، انا اقول بان المرجعيه بالنجف موافقه ومؤيده على كل اللي تقوم به الحكومه ضد الشعب، لانهم يعني برايي انا اقول لانهم المرجعيه اكثر المستفيدين من هالشغلات هاي. نعم. وباعوا دينهم بدولارات، وباعوا الوطن بدولارات، والمواطن يبقى يعاني من سوء خدمات بالعراق إلى أن تنزاح هاي الزمرة المجرمة اللي صلفت على رقابنا. 15 سنة بأي دولة من دول العالم 15 سنة ما يقدرون يوفرون كهرباء للمواطن. نعم. شنو اللي قدمتوه؟ تعليم فاسد، زراعة هسه آخر شيء زراعة، منعوا الناس أن تزرع. نعم. صناعة ماكو، تعليم فاسد، ماكو شيء، يعني ماكو شيء بالعراق يبشر بخير بوجود هاي الزمرة. إلى متى الشعب يبقى ساكت عليهم؟ إلى متى يخضع لهم؟ كافي والله كافي يا أستاذ عمر، والله العظيم تعبنا تعبنا. أنا أريد أسأل، يعني هاي المليارات 30 مليار اللي أخذوها وتخصصت لإعمار المدن المدمرة،
بمؤتمر الكويت للناجحين، وين صارت هاي؟ نعم. منو استفاد منها؟ شنو اللي قدموه؟ الناس لحد هسه استاذ عمر عايشه بالخيم وما يقدرون يرجعون، ومن يرجع لهناك يضب يعني انا حكيتها قبل كم يوم استاذ عمر، يعني واحد من المواطنين يطلع من تركيا ويطب للعراق وعلى الجوازات ويختموا له الجواز ويدخل بصوره رسميه ويروح لمحافظته، وتعرف انت طريق المحافظات كم سيطره بيه وكم حاسبه، ويدقون اسمه بالحاسبات وما عليه اي اشكال، بعدين يروح يريد يرجع لدائرته يبدو له والله انت عليك اشكالات وانت من ضمن الدواعش تنيت وهسه ما يصير ترجع للدائره، لكن اذا تريد نسد لك الموضوع انطينا 75 ورقه حتى نسد لك الموضوع وترجع. طيب انتم اذا تعرفون هو داعشي شلون تاخذون من عنده فلوس وترجعوا لوظيفته؟ مو انتم تقولون هذا ارهابي ومجرم؟ شنو من حكومه؟ استاذ عمر احنا وين عايشين؟ احنا عايشين بظلم وظيم، كافي الشعب يسكت، المفروض انتفاضه كامله ضدهم كلهم وامام المرجعيه نفسها، خليهم امام الامر الواقع. نعم ابو ناصر، يعطونا حقوقنا. ابو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال علي من نينوى، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. بس اريد انقل لك معاناه يعني على منطقه الخازة. تفضل. منطقه يعني ما عشت يعني صارنا 5 سنين مهجرين ولحد الان. نعم. يعني بس اريد اوصل هاي المعاناه يعني من خلال قناتكم قناه الرافدين. مهجرين لغايه الان. اي نعم. وليش ما نقدر ترجعون؟ احنا نقول عرب في منطقه الخازر. نعم. ايه صار لنا 5 سنوات من ايام داعش عام 2014 ولحد الان. نعم. بس اريد يعني توصل من خلال قناتكم الشريفه معاناتنا. تمام. القوات الحكوميه تمنعكم من العوده؟ هي الان ليس بيد القوات الامنيه، بيد القوات البشمركه. بشمركه ما تقبل ترجعكم؟ ما نعرف اي حكومه هي اللي تمنع العوده. تمام. بالضبط يعني. زين راجعتوا البشمركه شو يقولوا لكم؟ والله ما نعرف، احنا لا احنا حاليا في بالمخيم يعني. بالمخيمات. اي نعم. نعم. باي مخيمات؟ ما عاش قريه ولا حد الان. مخيم الخازر، مخيم حسن شان. نعم. واقع وايد داخل المنطقه، يعني نازحين قد معاناه يعني حيل معاناه يعني. يعني شنو رد البشمركه؟ يعني شنو الحجه انه ما ترجعون؟ دواعش طلعوا وراحوا. والله هي منطقتنا هي دخلوا هم 3 شهور وطلعوا الدواعش. نعم. يعني قاتلوا البشمركه قاتلوهم وطلعوا من المنطقه. نعم. وما نعرف شنو السبب، ما نعرف. لا حول ولا قوة. سبب العودة شنو هو ما نعرف. من خلال قناتكم يعني قناة الشريفة، قناة المظلوم، بلكي يعني توصلون صوتنا. صوتك يعني آلاف العوائل معاناة، والله العظيم هسه بالمخيمات اكو عوائل يعني حفر عليه يعني كيلو تنقل طمرة تنقل. وأوضاعكم بالمخيم علي. والله المخيمات كل شهر سلة غذائية. نعم. شرية من اليوين ينطون اياها. منظمة اليوين. نعم. يعني بس سلة غذائية واحدة كل شهر؟ سلة كل خيمة كل شهر سلة غذائية. نعم. كل شهر. زين اكو منظمات، وزارة الصحة تراجعكم، فحص مثلا يا سامح الله، امراض، تلقيح اطفال، اكو هذا الشيء؟ نعم بها. فيها صحيات. نعم بيها. نعم. نعم بيها منظمات. وزارة الصحة لو منظمات دولية تجيكم؟ بيها صحة نينوى، بيها. نعم. منظمة هاي الصحة دولية. نعم. بس هم بيها معاناة يعني. أكيد. على الحال الله يعينكم. إي والله من خلال قناتكم يعني ناشد يعني بالرجعة على مناطقنا يعني. حتى لو كانت مهدمة الآن حاليا يعني مناطقنا مهدمة بالكامل. نعم. اي والله من خلال قناتكم الشريفة يعني احنا نطالب الحكومة العراقية، حكومة الاقليم. نعم. اي والله من خلال قناتكم الناشد يعني. معاناة يعني حيل معاناة. ان شاء الله ترجعون بالسلامة يا رب. ان شاء الله ترجعون بالسلامة. الله يفرج عنكم علي. شكرا علي من نينوى. معنا اتصال.
اتصال. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك ولقناة الشريطة ولكل العراق الشريط. أهلا أم عبد الله. أستاذ يعني أنا أم عبد الله تسمعيني؟ أكو مشكلة بالصوت أم عبد الله، حاولي الاتصال مرة أخرى. خلونا نقرأ أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع مظاهرات البصرة. يعني مثلا على الفيسبوك أحمد يعلق على أحد مقاطع الفيديو التي تم نشرها، يقول المرة إذا طلع السيد وقال ارجعوا وما سقطون الحكومة بعد ما تقوم النقائمة، تعالوا إلى بغداد وأخوتكم منا يتلقوكم، العالم كله طاقة روحها وهاي بداية الشرارة، خلي نسحقهم كافي نوم كما يقول. رسالة أخرى يقول روحوا مشي على المحافظات الباقية واجمعوا العالم واخذوها مشي إلى بغداد لساحة الثورة، وخلي الشرفاء يسوون مواكب بالطريق مثل الزيارة، خلوها ثورة ضد الظلم، الإمام الحسين سوى ثورة على الظلم، عيدوا أمجاد سيدنا الحسين عليه السلام. رسالة أو يعني تعليق آخر يقول وحق كل حرف بالقرآن والكل يذكر كلمتي هسه، بس يجيكم سيد معمم ويقول لكم هذا شيء غلط كما يقول، كلها ترجع لبيوتها، مصارت في بغداد وكل شيء ما تغير، وقبلها في الرمادي والأنبار تاليها اختلفوا عليهم، قالوا هذول دواعش نفس الطاسة ونفس الحمام، الله وكيلكم كما يقول. معنا اتصال؟ ماشي. أم عبد الله عودة الاتصال معنا، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. متأسف انقطع الخط. أنا أريد أحكي إنه المعاناة اللي يقومون بها المواطنين أثناء الاتصال، إنهم يريدون يوصلون معاناتهم إلى الحكومة العراقية. يا معاناة هاي اللي تصل إلى الحكومة العراقية. أي حكومة عراقية اللي قامت بعملية حل مشكلة المواطن العراقي؟ ترى السبب كله احنا وصلنا العراق الى هذه المرحله، وصلنا العراق الى الحضيض والى الهاويه. احنا قبل الانتخابات رجال الدين كانوا يقومون بعمليه تشجيع المواطنين انه انتخبوا هاي الحكومه على اساسها انه انتصارا للمذهب، وهم لا اله الا الله علي ولي الله بالاذان انه يستمر انتصار المذهب. وهذا حاله انه خلينا الامام علي والحسين عليه السلام في الواجهه، انه هم هذول مو اشراف اللي اخذوا على عاتقهم، انه اخذوا وثيقه الدين والمذهب في سبيل تحقيق مطامعهم. وهذه النتيجه محافظه البصره من راح الى البصره ليقوم عمليه ترقيعيه. ترى احنا هاي ما يفيدنا، احنا ريدنا يفيدنا انه ثورة عاقرنا من كل المحافظات الجنوبية والشمالية والوسطى، انه يقومون بعملية التظاهر الى المنطقة الخضراء وشلع وقلع لكل المسؤولين، لان الذهب كل مال المسؤولين ترى طلع الى الخارج، المليارات سابقا طلعوها. يعني احنا نسمع يوميا وفاة وقتل مواطنين، خاصة هسه بالتظاهر قتلوا شهداء. الصرف الصحي في البصرة في البارحة ما بأول البارحة شباب أربعة نزلوا لإنقاذ طفل في المنهار، فسيارات تهوي في المنهار. يعني هاي حكومة، شوف الدول العالم إذا حنفية يعني تنكسر خلال نص ساعة هي صايرة، فكيف منهار؟ يعني معناها يا شعب العراقي كل المنهار مع الاعتذار. يعني إحنا وين راح نوصل إلى هذه المرحلة؟ احنا شعبنا راح بدون قتل حرامات، الوطن راح. احنا ما يفيدنا هذا الشيء، احنا يفيدنا انه نكون كقوة وحدة حتى نساند الثوار ونساند ضد الحكومة العراقية، لان امريكا هسه تريد انه تسوي اجتماع مع الفرقة المنتخبة لتشكيل حكومة. يعني نعم معناها نعم. هي نفس الوجوه. نعم نعم نفس الوجوه راح تجري، معناها ما راح يصير اي تغيير. يا عراقيين انتبهوا، ترى الحرب كتلنا،
وبعدين بس يسمون انه دول الخليج درجة الحرارة عندهم 56 57 ما عانوا هذا لانه حكوماتهم هي لصالح شعبها، فاحنا ليش اسمها حكومة لصالح شعبها؟ احنا ترى يعني احنا تدمرنا، الحزن كتلنا، والله العظيم انا يعني انقهر على هذول الشباب اللي يروحون شنو مصير ابنائهم، يقول ابنه يقول انا اريد فأر لابويا، ليش انقتل ابويا؟ ما سوى شيء حتى ينقتل، وبالصحيح كل الشعب العراقي بده يروح قضاء المنصوره. يا عراقيين والله العظيم انا مو ضد احد، وانما انا اريد العراق يكون اسوه بالدول العربيه. احنا ليش صرنا محافظه تابعه الى ايران؟ وامريكا هي اللي خش ابنيه اللي مسيطره على العراق، لكانت سوت لنا جابت لنا السفن الطاقة الكهربائية وخلتها بالخليج وخلتها بالبحر المتوسط وتنطينا طاقة كهربائية إلى أن يتم يعني تصليح الكهرباء. فماكو جدوى، ماكو جدوى، إحنا باقين نفسنا، ولا تقولون يصير كهرباء ولا يصير يعني تقدم خدمات إلى الشعب العراقي. يعني نقول علينا السلام يا محرق، ما الله حرام، إحنا ترى مسلمين، احنا ترى نكبنا والله العظيم. اهل السنة سابقا طلعوا وقالوا احنا ضد حقوقنا، كلهم صارت قالوا انه السنة قواعد الى ان صارت الحديدة حارة على الشيعة وهم اخوتنا، فيجب الاتحاد وياهم ونكون يد واحدة. يعني اطلب انه خلي شوية نغسل قلوبنا حتى تكون يعني اتجاهنا للوطن ولخدمة أطفالنا وأبنائنا. وتحياتي لكم. شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. نقرأ بعض التعليقات، يقول احذروا، وهو أحمد، يقول أحمد النعماني يقول احذروا يجيكم أحد من الأحزاب يسرق التظاهرات منكم ويركب الموجة ويضيع كل جهودكم. رماس العتابي يقول تاليها كم شهيد وتفجعون الأمهات وتنباعون شبق بينا بعد حل. سجاد الفضل يقول كل المظاهرات يحملون السلاح يجب على القوات الأمنية القضاء عليها كما يقول. طبعا مع العلم كانت المظاهرات سلمية باعتراف محافظ البصرة أسعد العيداني. السيد عباس يقول الله ينصركم يا أبطال، المفروض العباد يزور البصرة يوم غد ويضع الحلول. الحسام العراقي كما سمى نفسه في الفيسبوك يقول عمي الثورة تعلموا من مصر خلال سنة ثلاث رؤساء جمهورية وأنتم نفسكم اللي طالعين هسه انتخبتوهم بعد شنو هي مال كذب. يقول ما العلم طبعا نسبة التصويت ما وصلت 20% باعتراف اياد علاوي وائتلاف دولة القانون، واغلب الاحزاب السياسيه المشاركه في العمليه السياسيه اعترفت بتزوير الانتخابات. يقول هسه يجيكم معمم ويقول لكم تراجعوا، كل من قاعد ببيته وساكت شوفونا شيء بخير. كما يقول البصرة بها 4.5 مليون، يقول وسام رشيد الغزي البصرة بها 4.5 مليون وانتم ما بيكم 100 لعد ولا الناس. عمار الشمري يقول يلا ما بقى شيء شباب، خلونا نكمل بس قولوا يا الله. حسين الكردي يقول الله شاهد لوم البصرة العراق بالظلم، زلم ولد الملحة ربي يحفظهم. علي المالكي يقول يا شباب العراق، يا شباب العراق انتم امال الامة فلا تخذلوها، الموت من أجل الكرامة ولا الحياة بدونها. كذلك علي المالك يقول يا بوابة العروبة وحصنها ودرعها المتين، نحن معكم والله معنا ومعكم، فلنستعيد هويتنا العربية كما يقول علي المالكي. يقول أنور صباح يقول لا تنحني لغير خالقك، فلم يجعل رأسك في الأعلى عبثا، هيهات من الذلة، الحسين يحفظكم أبطال يا أبطال. يقول سعد هادي هاي أبا مذاك اليوم انتخبتوهم كما يقول. مصطفى العتاب يقول كون وياكم، أنا لو أموت لو أسوي حل هي عيشة لولا الله ينصركم. إذن أعزائي المشاهدين مظاهرات في البصرة مع الأسف شيء محزن سقط فيها
قتيلين من المدنيين المتظاهرين السلميين، وأصيب كذلك عدد من المتظاهرين. شفنا كيف كانت المظاهرات، وشفنا كيف تم إطلاق النار عليهم العفو، وكذلك شفنا اعتراف محافظ البصرة بقلب أنها مظاهرات سلمية لم يرفع فيها السلاح من قبل المتظاهرين، ولكن تم إطلاق النار عليهم. كذلك شفنا مظاهرات في الليل، تم إغلاق بعض الطرق بالإطارات، إطارات السيارات المحروقة، وكذلك شفنا أنه كيف تم فض اعتصام في الكوت من قبل القوات الأمنية. 15 سنة الكهرباء لم يوضع لها حل منذ العام 2003 ولغاية الآن، صرف عليها أكثر من 44 مليار دولار، والكهرباء على حالها لم تنتقل ولا خطوة واحدة إلى الأمام. المواطن العراقي يعاني في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى نحو 50 درجة مئوية في بغداد، وترتفع أكثر في المحافظات الجنوبية، مياه مالحة في البصرة، خدمات لا توجد، ومع الأسف يعني هذا حال العراقيين. معنا اتصال، آخر اتصال في آخر دقيقة، مهند من الطارمية، تفضل مهند. مهند تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسرعة مهند، الله يخليك. الله يسلمك، مرحبا عيني. حياك الله يا أهلا بك. وسهلا مثلا. تفضل. مهند تسمعني؟ نعم، فقدنا اتصال مع مهند، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.